مشكله مع روحه بيتيتو. هو كأخته مش حابه، مش عجبته روحه. يمكن عنده أوقات تعجبه روحه، يمكن عنده أوقات ما تعجبوش روحه، يمكن فما أوقات يبدأ متصالح مع ذاته، يمكن فما أوقات يبدأ غير متصالح مع ذاته. أنا متصالحة مع ذاتي في كل الأوقات، فما عندي حتى لو مشكلة. لو اليوم تتصور استدعيت فوزي بن قمرة وعملت نفس الشيء وحطيت لغنيت ويغادر تتصور؟ نعم ما نتصورش حتى طرف، ما يقومش يفرح بديته خاطر اليوم رجع يغني. أنا قلت لك وقتها أنت علاش حاتي تهيني؟ أحب روحك في، أحب روحك في حالتك الكل. ماك صريحة؟ أي وقتها شنية نيتك علاش حاتي له الغنية وانت تعرف اللي هو في الإنشاد الديني ورافض يوم كل المزود، هو قابل مش قابل تنجم إيش نقول لك؟ ذيك فترة معينة في حياته هو حر في اختياراته. نقول لك حاجة يا صديقتي، علاش وقتها حتيت له الغنية؟ أنا الغنية اللي حتيتها غنية فوزي بن قمرة، مش غنية حد آخر. ما جبتلوش غنية من قاع الخابية ندرام تاع شكون حطيتها لفوزي بن قمرة، حطيت له روحه، معناها سمع روحه مش حد آخر. دونك كان ما عندكش مشكلة مع روحك تسمعها. هيلا هو وقتها رافض المزود، هو اعتزل المزود، شنو المشكلة؟ حطيت له أنشودة دينية. إيه شنو المشكلة؟ معناها أنا اليوم كان نعتزل حاجة ما نحبش نشوف. فما شكون يستعار من تاريخه؟ فما برشا ماشي يحب يشوف. لا أنا ما نستعارش من تاريخي، وعيب أنه واحد يستعار من تاريخه. معناها نيتك كانت طيبه مره اخرى في جدا، ما عندي حتى نوايه مبيته راني انا، وما عندي حتى نوايه سيئه. الناس تحب تفهم حكايه اخرين امورها، انا ما عندي حتى مشكله مع روحي. ف اللي يتفرج يقول هيلا الذوادي حبت تستفز فوزي بن قمرة، حبت تستفز المزود، عاد نستفز بها هكاك حب ولا تكره. هي هيلا وقتها كان فوزي رافض، كان فما طرق استفزاز. انا قلت لك حاتي فوزي بن قمرة اللي سمعوا سمع روحه، كان هو عنده مشكله مع روحه دونك يشوف روحه. فما ساعات واحد يغزل المرايه في روضي يصلح روحه يكسر المرايه، قال شنو هي خيبتني؟ صلح روحك تو ما تكسرش المرايه. كافون اش بيه زاد؟ قلت له اللي هو طيح قدر كارتاج، لليوم مازلت عندك نفس الراي انه كافون ماهوش متاع كارتاج؟ دون لو تون وقت اللي طلع كافون اي ما كانش ما كانش يطلع كافون وقت على كارتاج، معناها سي بيزار. اليوم يطلع؟ بدل الراي اللي يعمل فيها، اللي يعمل فيه فورما اخرى. انا بوتيتر انا جابريسي با انه يكون على كارتاج. انا موقفي، انا ذوقك انت، ذوقي انا جابريسي با انه يكون على كارتاج. اما اليوم كافون مطلوب، الناس تسمع فيه، الشباب يسمع فيه، يعمل في نومبر دو فيديو. انا قلت لك يعمل ميسي ميسالش، راهو مانيش انا مانيش يسمع النومبر دو فيديو تحكي فيه انت تويكا. خاطر اي واحد اليوم ينجم يعمل نومبر دو فيديو. كيفاه اي واحد؟ اه كيفاه اي حد يشريو معناها؟ لا بنتي بخليف حتى اللي يشريو، تو انت حط بنتي راه تعمل نومبر دو فيو من غير ما نحكي لك عليه. معناها فهمت؟ ماهوش مقياس نجاح. اسهل حاجه نومبر دو فيو، ماهوش مقياس نجاح. ما نقعدش نعس اليوم والله شافوني ندرى قد ايه، البارح شافوني ندرى قد ايه. حتى في القفه ما عنديش نوسيون تاع هذيا، شافوني ندرى قد ايه والاخر شافوني ندرى قد ايه. اما الدنيا تبدلت هيلا. اليوم مقياس النجاح هو النومبر دو فيو اللي على اليوتيوب، قداش عملت لايك، قداش عملت ديزلايك، الاغنيه الناجحه اللي تدخل توندونس. تبدلت، ما عادش كيما قبل. فما دي نوسيون انا مانيش ياسر مقتنعه بهم. انا ما نقيسش روحي بنومبر دو فيو سيج، مانيش حاسبه روحي، مانيش نحسب، مش مانيش مانيش قلت لي رافضه تقدم، سي با سا. انا نحب نقدم تقديم صحيح، مش نحسبها حسابات 1 2 3 4 5 لي. قلت زيدا بن علي باش يقعد في التاريخ،